قال سعاده الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقه ان اجتماعا سيعقد غدا الخميس للجنه الحكوميه البرلمانيه المشتركه المكلفه بمراجعه سياسه اعاده توجيه الدعم وتنميه الايرادات الحكوميه. ميرزا اكد في تصريح خاص لمركز الاخبار ان هذا الاجتماع سيضع الخطوط الاخيره لاليه توجيه الدعم خصوصا فيما يتعلق بدعم الكهرباء والماء وان هناك توافقا حكوميا نيابيا حيالها. في اجتماع بيكون مع لجنة لجنة الدعم في مجلس النواب الموقر على في لجنة مشتركة بين الحكومة وبين مجلس النواب آه هذه بيكون تقريبا اخر اجتماع لان في توافق على معظم الـ الـ يعني الامور ما عدا شيء بسيط وهذه اعتقد بنتوافق عليه يوم الخميس او نحل بطريقه او اخرى